باب الريح ايام زمان. اه ما نص نص الوقت ذاك نسينا ما عاد نتذكرين. يعني كان عند فين؟ عند فرن الصيرمي؟ عند عند فندق الصيرمي؟ فندق الصيرمي عند الاحمري وما الاحمري وشراب. اي داخل الوقت عمرك كم يعني؟ ذاك الايام وقتي 12 سنة 13 سنة. انت مواليد كم؟ من مواليد 82. 82 لا الحكتو مين كان في ايامها؟ ايش كان ينباع؟ وفي الحمام البلدي، الدجاج البلدي، والقلابات. ايه الخوارج كانت قليلة، ما في الا الروسيات، البلجيكي، الرقاص. هذا المكان هو نايف مخصص لحراج الطيور. إيه؟ والدواجن كلها عموما بانواعها. انا ملاحظ واحنا داخلين ملابس، خردوات، طليان، وفي هنا جنب الماقة بالطليان. هذه المواشي هي اللي ضارتنا، أما الباقيين هذه شعبية السوق. ما في مشكلة. هي شعبية السوق. من أول هم يحطوها كذا. من زمان هذه شعبية السوق. أما الطليان هي اللي مضايقتكم. الطليان المواشي هي اللي مضايقتكم. لأنه يجيب سيارته كثير ويدخل وشغله. تسكر الطريق. بس من أول كان في حراج الطيور كان يبيعوا الطليان الصغيرة. شوية. للبيت للتربية للأولاد كذا. أيام يجي الأطفال الصغار ويجي اللي تموت أمه ينزلونه. يسوق الطيور يوم الجمعة البيض. انتقلت أخوي نايف فين بعدين؟ ايه؟ من باب الريح. من باب الريح للمزغدية أبو. المزغدية القديمة. أمام الدور أول في برحة. إيه. قبل أن يروح الدكاكين. إيه. في برحة. إيه. على جمعة ويمشوا. إيه. ما عاد في أحد. إيه. بعدين الدكاكين اللي سووها للخضرة. إيه. نقلنا فيها. إيه. وسوينا السوق فيها. إيه. وبدأنا الحراج هناك والسوق إلين سوينا السوق هذا وجينا. عام كم هذا؟ عام كم جا هنا؟ من قبل 8 سنين. وأشكل أشكل إيش؟ 10 سنين ذحين. 10 سنين. إيه. سوق منظم. منظم. ما في أخوه في المملكة. أنت تعرف الحراجات كلها اللي في المملكة؟ ما في أخوه. ولكن الفوضى من أهل الغنم. الفوضى. نسوي مزادات هنا للحمام الأجنبي. نسوي مزادات في الشهر مرة مرتين بالليل عند الشيخ نايف وفي عرزانين يجون هنا وصيوان. كم واحد عندك هنا ما شاء الله زي الأخ نايف؟ فيه كثير. أسماء ممكن تقول بعض أسماء؟ هي في عايض البيشي. إيه. في اسمه محمد رزيك. في أبو بندر. أبو بندر. في كثير بعض أسماء. طبعا ملاحظ العصر صار زحمه، الصبح ما في زحمه زي كذا الا